ما رأي الشيخ في حكم الأناشيد الجماعية الإسلامية بدون دف أو مؤثر صوتي؟ لا نعلم لها أصلا، هذه محدثة، وإذا نسبت إلى الإسلام وقيل الأناشيد الإسلامية هذا معناه أن الإسلام شرعها، وهذا لها لا أصل له. أيضا هذه الأناشيد إذا اعتبرت للطاعة والقربة فإنها من شعار الصوفية، فهم الذين يتخذون الأناشيد يتخذونه عبادة لله عز وجل، فالحاصل أن المسلم لا يلتفت إليها.